بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة بجمهورية السودان الشقيقة، السيدات والسادة، أود في البداية أن أعرب عن سعادتي البالغة بالتواجد بينكم اليوم في الخرطوم، وأود أيضا أن أشكر أخي فخامة الرئيس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وشعب السودان الشقيق على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة المعهودة عن بلدي الثاني السودان وتقاليد شعبه العريق الذي طالما جمعته بمصر روابط ووحدة المصير على مدار تاريخ البلدين، وبما يتفق مع ارتباطهما الممتد من جنوب وادي النيل إلى أقصى شماله، ومع تمازج شعبيهما الشقيقين الذي لم ينقطع يوما وسوف يستمر ويبقى بإذن الله. وأود أن أنقل للسودان الشقيق قيادة وحكومة وشعبا رسالة أخوة ومساندة من الشعب المصري وحكومته وقيادته في كل المجالات بلا استثناء، تعبيرا عن خالص دعمنا للجهود الكبيرة التي يقوم بها الإخوة في السودان لإدارة المرحلة الانتقالية الحالية ومواجهة تحدياتها بشجاعة ورؤية وعزم على المضي قدما نحو مستقبل أفضل، وهو الجهد الذي يقابله الجميع بالكثير من الاحترام والتقدير. راجين من الله عز وجل أن تسهم الخطوات الجارية في تحقيق الظروف المناسبة لتلبية تطلعات الشعب السوداني الشقيق الذي قدم أغلى التضحيات من أجل حرية ورفعة وازدهار وطنه العظيم. كما يسعدني تهنئة أشقائنا في السودان بالإنجاز التاريخي المتمثل في توقيع اتفاق السلام الشامل الذي تحقق بعد جهود كبيرة تكللت بالنجاح نتيجة لإخلاص كافة الأطراف السودانية وحرصها على أن تدخل بالوطن السوداني العزيز عصراً جديداً من السلام والتنمية والازدهار يشمل أبناء السودان كافة. وأود أن أؤكد لكم أن مصر ستظل معكم قلباً وقالباً داعمة لجهودكم من أجل تنمية واستقرار وازدهار شعب السودان الشقيق، والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار أشقائكم في شمال الوادي.